الزمالك النهارده خليفه على عكس المتوقع كان افضل جدا من الاهلي في الشوط الاول، او يعني افضل على مستوى المتوقع من الزمالك. الشوط الثاني برضو الزمالك كان جيد جدا. ايه اللي خلى الزمالك النهارده شكله حلو وليه خسر المباراه في النهايه؟ سؤال عريض وطويل جدا. لو سؤال طويل ليه خسر هنروح هندمج بقى حاجتين انا محضرهم مع بعض. يلا بينا. الزمالك في البدايه لو هنتكلم على ان هو كان عنده الافضليه فدي واضحه بالارقام. تعال نشوف يعني ان معانا اللي هو المحاولات نفسها. لا خلينا ماشي، طب نيجي لطبيعه لعب الفريقين قبل ما نروح للزمالك تحديدا. خلينا النهارده كان في مفاجاه ان الزمالك اللي جوزيجو ميزي الناس كلها شافته بيلعب من العمق كان كل تركيزه على الاطراف. كل البنتريشن بتاعت الزمالك كانت من منطقه يمين وشمال الصندوق. الاهلي هو اللي كان بيلعب من العمق. بص 11 هنا و11 هنا، 6 و5 و6 و5 وصفر من العمق. هات الاهلي بقى هتلاقي الاهلي هو اللي بيلعب من قلب الملعب يعني موزع بس منوع يعني بس الاقرب للمناطق اللي هي لجوه مش اطراف الملعب قوي. بانت كمان في الكرات العرضيه. الزمالك ارسل عدد كبير جدا من الكرات العرضيه. بص الناس تبص على الارقام. لا قول لنا بقى الارقام دي. الارقام دي اللي بالاسود اللي هي العرضيات اللي ما وصلتش لمهاجم الزمالك، واللي بالازرق اللي وصلت لمهاجم الزمالك. بس لو نبص ان الزمالك طول اللقاء اول مثلا ربع ساعه عرضيتين، بعد كده ثلاثه، بعد كده خمسه، بعد كده اثنين، وهكذا عرضيات. بص بقى عرضيات الاهلي هتبقى عددها قد ايه. هات الصوره اللي بعديها، كله عدد قليل جدا. فالاهلي من بدايه اللقاء ما بيلعبش على قوه تميزه اللي هي كانت من الاطراف والمثلثات اللي بتتعمل بمعلول والشحات. مركز على الايه؟ على كره الجون بتاع الاهلي. هي تكرار الاهلي حاول فيها يا كريم مرتين. هي دي كره مكرره من ايام حمدي فتحي، بس هو حاول فيها النهارده مرتين. تعال نشوف اللقطه الاولى كانت في صعود عمرو السوليه في الشوط الاول. هتلاقي نفس محاولة ان لعيب مركز 8 بيسرق نفسه عشان يدخل الصندوق. يمكن عمرو السوليه هنا مش عمرو السوليه بتاع سنتين فاتوا، فلو هو ممكن في نفس الفورمه اللي بيسدد بيها بقوه كانت عنده المساحه. ده كانت جايه من خلل في الزمالك ان اوباما كان بيلعب 10 متقدم شويه مش 8 تاني جنب عبد الله السعيد، فهنا المساحه كانت بتيجي لان عبد الله ودونجا مش بيقدروا يغطوا الثلاث اطراف في الملعب، في منطقه عمق، في منطقه يمين، وفي منطقه شمال، فكان في دايما ضربه من المساحه دي. دي كره السوليه الاولى بانت بعد كده في الهدف اللي الغي الهدف بدايه تسلل للاهلي. دي نفس الكوره بتاعت الجول تقريبا، مش لازم تكون كوبي بيست يعني، بس هي نفس المساحه اللي الاهلي بيلعب فيها وعايز يضرب في المساحه دي بعيد خالص عن قوه تميز الاهلي في الاطراف. فده يعتبر كان في تغيير في استراتيجيه الفريقين بشكل عام اللي شفناه من جوزيجو ميز قبل كده، بس هو جوزيجو ميز نجح في ان هو يفرض ده. طيب الزمالك ما فازش ليه؟ ببساطه عشان الزمالك ما عندوش مهاجم، ما فيش اي تبريرات ثانيه يعني. انت هتقعد تقول فلان غلط فلان غلط، لا الزمالك ما كانش عنده مهاجم. الاكس جي بيبين ده. تعال نشوف هنا يعني الاهداف المتوقعه الاهلي لغايه قبل يعني نشوف لحد ما لغايه الزمالك الاكس جي بتاعه تقريبا فوق الواحد ونص، فوق الواحد ونص تقريبا، وموزع على مدار اللقاء. الاهلي لغايه الهدف كان الهدف المتوقع ليه، نشوف الصوره بعديها، دي لحظه الهدف. قبل الهدف كان نص هدف، اقل من نص هدف. الاهلي ما كانش عنده الخطوره. فاي تبرير غير ان الزمالك ما عندوش لعيبه حاسمه في الثلث الاخير، والاهلي عنده اللعيبه الحاسمه دي حتى لو ما كانتش في مستواها. يعني انت الاهلي عنده كهربا بيسجل، امام بيسجل، بس واحده واحده بس. انت دلوقتي بتقولي النهارده الاهلي الزمالك ما كانش عنده مهاجم عشان كده مهاجم او لاعب حاسم في الثلث الاخير. دي نقطه، عشان الاهلي ما سجلوش مهاجم. ما هو لاعب حاسم في الثلث الاخير مش لازم في الكوره. احنا متعودين بيرسي تاو معدل تهديفه كام يا كريم؟ اراوند ال 10 في الموسم. حسين الشحات اراوند ال 10 في الموسم. امام بيجيب له 7 8 بتكلم على الموسم اللي قضاه مع الزمالك. كبشه برضه علي معلول بضربات طبيعيه وكده. كهربا. الزمالك عنده زيزو وسيف من بعيد اما بيبقى كويس في اخر السنه. يفضل يهزر اخر السنه وبعدين يجي كده. فالزمالك ما عندوش العدد. دي محاولات الزمالك، نستعرض الصور بسرعه هتاكد كلامنا اللي احنا بنتكلم فيه. فالزمالك ما عندوش لاعبين حاسمين في الثلث الاخير. جت اصابه زيزو كملت بقى اللي هو اللاعب الحاسم الوحيد اللي موجود في الزمالك كده. تعال هنا نشوف المهاجمين الزمالك. بص هنا اول حاجه سيف بيتحرك ماشي، هنا رامي ربيعه صد الكره بشكل يعني عادي يعني انقذ الكره بشكل يحسب لرامي ربيعه نفسه. بس خلاص يعني هو شيكابالا صنعها هنا لسيف. انا مش متخيل ان التصرف ده يجي من فرويد في اي فرقه في الدوري الممتاز. ودي مش لقطه واحده لسيف، في لقطات تانية في اللقاء برضو بتبين ان سيف حتى في التحرك كان بيطلب الكره غلط، ما حاولش في مره واحده ان يسبق. هو هنا مش عارف هو فين. وانت بتتفرج على المباراه الكره دي ضاعت عملت ايه؟
اكيد بما اني انا بشجع الزمالك يعني انا عارف ان احنا نفق القناه الاولى بس انا بشجع الزمالك ودي حاجه ما تخفاش على حد. انا طبعا زعلت واتنرفزت جدا يعني من سيف لان دي كوره في احيانا انت بتعذر اللاعب يشوط فوق العارضه يشوط جامد وتقلش بس تعمل تصرف يعني ان انت تعمل التصرف وبعد كده كل حاجه مقبوله عدم ان انت تعمل لا تصرف ده شيء يجنن يعني هتكمل بس هو يعني ما عندوش احساس بالمكان برافو عليك ما عندوش احساس بالمكان هو واقف فين والجون فين وبعده عن الجون قد ايه باماره ان الماده بتاعته بتاعت راسه كان ممكن يبقى فيها سنس اكتر من كده ياخدها بصدره يا الا ممكن لمسه بدماغه بس الكره تنزل قدامه يحط وش رجله كره هتزغرت في الشبكه بس هو اتصرف كده عندي احساس انه عايز ضربه جزاء كعادة هو عايز يسند عشان خاطر حد يضربه ويغره ويخبط في شبيه حاجه كده. كمل برضو لقطات سيف عموما غير اللقطه دي كان بيتحرك حتى بيطلب الكوره اللقطه اللي بعديها هتلاقيه بيطلب الكوره في مساحه يعني هنا بصوا الكوره سيف هيتحرك ازاي انا عايز يعني او سيف هنا واقف ورا المدافع الاهلي طبيعي انت مهاجم لوحدك مفيش مهاجم تاني تعال بقى خد القريبه انت واقف مستنيها ازاي في المساحه دي يعني وناصر جات له كورتين برضو نفس النظام يعني لو نمشي طيب. الناس اكيد فاكره بس هو عموما الزمالك النهارده لو عنده لاعبين حاسمين في الثلث الاخير كان ممكن يترجم اللي هو بيعمله في الملعب لاهداف ولو الزمالك سجل كان ممكن يخرج بالكاس يعني امتلك اللاعبين الحاسمين